سيف اللي هي زيارتها لمصر سنة 2019 بعد الاستقلال على طول احنا عزلناها وقابلت والدي وجات لنا في البيت. كل ده موجود في الفيلم أرض بس انهم يلحقوا ينزلوا. انا عايزه اقول لكم ما تنسوش ان من سنه 54 برضو المراه ما كانتش لسه اتحررت من ده. يعني انا اعتقد اول وزيره كانت سنه 62 برضو كنا لسه الدور يعني العام للمراه ما كانش زي طبعا زي دلوقتي، لكن كان في امثله عندنا برضو زي ما الاخت اتكلمت قبل مثلا في بورسعيد المراه المصريه يعني لما كان يجي الوقت اللي يفرض ان كل مصر تقوم بدور كانت المراه المصريه لم تتهاون ولم تنخل، بالعكس شاركت وكانت دايما مشاركتها غير عاديه. ليه؟ لان كنا لسه في ذلك الوقت ما تحررناش زي ما تحررت المراه في الوقت الحالي. انا لما عرفت ان المعضله الجزائريه جت مصر على طول زي ما يكون فيلم سينما جه في المجموعه. لما كنت في المدرسه وكنا نطلع في المدرسه لاي كفاح جزائري وطبعا اجمل حاجه ان انا قابلتها في ذلك الوقت مع والدي ان شاء الله يقدروا يعرفوا. انا احييكي وبقول لك انت في بلدك مش بس المرأة المصرية اللي بتحب ده كل مصر لا تنسى الدور اللي لعبتيه في شحن الروح الوطنية سواء في الجزائر أو في كل العالم.